كما كتعرفوا اليوم كاين الاعلان ديال انفينيكس بارك. هذا لو بارك هذا اللي كان بزاف ديال لي كيسيون كيوصلونا في لاباج ديالنا ديال كيفاش انه انفينيكس عندها بارك. دونك كانت غريب شويه بالنسبه، كانت حاجه مفاجئه سوربريز بالنسبه للكليون ديالنا، ولكن اليوم ان شاء الله يقدروا يكتشفوا علاش اننا سميناه بارك. كما قلنا انه لا تكنولوجي مع لا ناتور كتكون تقريبا بعيده لا ناتور دائما بعيده على لا تكنولوجي. دونك انفينيكس حاولت انها تجمع ما بين ثلاثه ديال الحوايج، وهي لا تكنولوجي لا ناتور اللي علاش هذاك الشيء علاش سميناه بارك، واللايف ستايل. دونك علاش اللايف ستايل؟ لانه كتدخل داخل كتلقى بيفات، يعني كتقدر تاخذ كافي ديالك، كتقدر تشارجي التليفون ديالك او واخذ واحد الكافي، كتجلس كتشوف ميم انه كاين دي جو في لو بارك. دونك واحد لو بارك اللي كتدخل مي كتدخل ما كتحسش براسك انك داخل البوانت فونت، كتدخل كتحس براسك فريمون داخل واحد لو بارك، باش انا كميم انا كتبدل فيه الجو، تقدر تلاقى مع لي زامي ديالك تماك، تقدر انك الا بغيت ميم كنديروا دي سيونس ايديوكاتيف على لا تكنولوجي، الا عندك دي كيستيون كاين لي بروموتور تماك اللي كاينين في لو بارك، تقدر تسالهم على اي حاجه على لا تكنولوجي، ماشي بالضروره تكون على انفينيكس، ولكن تقدر تسالهم على اي حاجه في دونك حاجه يعني ايديوكاتيف مع لا تكنولوجي مع لا ناتور. وهذاك الشيء علاش يعني سميناها انفينيكس بارك.